ميكرو تكوميك فريد مع انفاس. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس يلا واش سالاو واش الشناقه ديال العيد الكبير، وجاو الشناقه ديال صحاب المدارس والمكتبات، ونشوفوا الجواب ديالهم بكل تواضع. بغينا نسولوك مرحبا وبكل تواضع. كل تواضع يلا سالا دابا الشناقه ديال العيد الكبير، جاو الشناقه ديال المدارس وديال الكتب. والصراحه داكشي جاي شي موراشي شويه صعيبه، الناس اللي ما عندهمش الدرويس شويه صعيبه عليه القضيه، كتخوي ليه تجيب بالمزيان زعما كاينه. اي والله يحسن العوان، كنطلبوا يعني يديروا معاهم يعني شي تسهيلات ويعفوهم بعدا غير من التسجيل المدرسي للعموم، بعدا يعفوهم غير من التسجيلات، لان شويه صعيبه دوك التسجيلات ديال التلامذ، كيقدر يكون عنده ثلاثه التلامذ خصو يسجلهم ب 9000 ولا 10000 ريال، عاد كتوبه شويه صعيبه. 9000 ولا 10000 مدرسه مخزانيه هذه عموميه، الا كان عنده ثلاثه اربعه الدراري يعني صعيبه شويه. اما المدارس بريفي راه منعاود هذيك بوحديتها، هذيك كتوصل حتى ل 5000 درهم مع الدخله. بكل تواضع بكل تواضع. وشي ميساج شي ميساج ليهم واش الناس المدارس والناس ديال المكتبات يشوفوا من حال الناس ويحاولوا يتعاملوا معاهم ويحاولوا يعني يشوفوا الظروف اللي كنعيشوا فيها وهذه الجائحه، يعني يحاولوا يديروا شي يعني يرخفوا على عباد الله، ويحاولوا يتعاونوا مع الناس، راه الناس كتعيش في ضائقه كتعيش فيها الناس ضائقه بكل تواضع. بكل تواضع تحياتي. يلا سالات دابا يعني دوك الشناقه ديال الكسابه ديال العيد الكبير هالعواشر، دابا جا الشناقه ديال صحاب المدارس وصحاب المكتبات بكل تواضع، شي ميساج ليهم؟ هو فيما يخص هذا الموضوع ديال التصمصير في العلم ان صح التعبير، هو موضوع خطير شويه. علاش؟ لانه هو اللي خلانا نفقدوا الهويه ديالنا، لان خاصه في مجال القراءه، لانه حنا كنا واحد الشعب تنقرا وكنا واحد الشعب مثقف، لكن الان للاسف تراجع منسوب القراءه في المجتمعات العربيه ككل. هذا الشيء من رفع الاثمنه ديال الكتب. هذا الشيء بطبيعه الحال ما غنشوف حتى ماشي غير رفع الاثمنه ديال الكتب، رفع الاثمنه ديال الكتب صحيح هو سبب من الاسباب، لكن حتى المواطن ما بقاش كيبغي يبذل مجهود كذلك. اكثريه دابا اكثريه استاذ في الدخول دابا المدرسي تزامن عيد الكبير تزامن العواشر، يعني الناس ومع الجائحه الناس مقصحه شويه. صحيح الناس مضروره، الناس كتعاني الامرين، اللي عنده وليدات كيعاني معاهم الله يحسن العوان، عنده مصاريف مضوبله، اللي عندهم سيارات، الان كاين مشكل ديال لاسيرونس كيعانيو ناس بزاف ديال الاشياء. المجتمع المغربي يعيش واحد المجموعه ديال التراكمات، لذلك رفقا بالمواطن. وبغيناك واحد ميساج اونفوي لهاد الناس ديال المدارس بريفي وديال المكتبات اللي كيزيدوا في يعني في الاثمنه ديال الكتب، اش غتقول لهم بكل تواضع؟ فيما يخص الاخوان ديالنا في المدارس بريفي اللي كيزيدوا على المواطنين، كنقول لهم رفقا باخوانكم، راه حتى حنا مواطنين بحالكم، و ما نحاولوش نستغلوا الانسانيه لمصالح ماديه. يلا سالينا دابا من الشنيق ديال الحولي ديال العيد الكبير، جا دابا الشنيق ديال المدارس وديال المكتبات. الاباء كيتكرفصوا مؤخرا الحوايج والادوات واللعيبات كيكرفصونا شهر مورا شهر، فهمتي؟ هذاك الشيء ما كيطولوش، وسال العيد داز دابا جاي القرايه. سيده خيبان بكل تواضع بالرجوله سيده خيبان. شي ميساج لهذوك اللي كيزيدوا صحاب المدارس وصحاب المكتبات؟ راه خفوا على الاباء، راه مخدامين ما والو، كورونا هادي تعاونوا معاهم حتى هما مساكن، راه ولاد لعيبات في الضو والماء العوين شويه ما كاينش، حتى الدوله ما معاوناش شويه باش يعاونوهم وداك الشيء. لعيبات وداك الشيء بكل تواضع كل تواضع. يلا سالينا من الشناقه ديال الكسابه ديال الحولي ديال العيد الكبير، دابا غنشوفوا الشناقه ديال المدارس وديال المكاتب. هذوك كيتفلاو على بنادم، هذوك كيشوفوا الاباء ما خدامينش او يضحكوا عليهم كيزيدوا في الاثمنه. ضروري شويه بكل تواضع، كيبغيش يربح هذاك الشيء اللي يعطيه ليه الله، كيبغي يربح فوق من الربح ديالو. فوق من الربح ديالو اش كيتسمى هذاك فوق من الربح ديالو؟ هذاك كيتسمى بحال هكا تنصب على بنادم، راه بحال ريبه ريبه بكل تواضع. بكل تواضع شي ميساج اونفوي. ما خاصهمش يبقاو يديروا بحال هكا، راه ما رجلا ما ولدش، هما راه ولاد الشعب، هما دازوا من هذه المرحله ديال القرايه، يرحموا شويه الوالدين. الاخ طالب باقي كتقرا؟ باقي كنقرا. كتعاني من هذا الشيء؟ خوك نعاني مثلا، كتمشي كتقرا كتاب مكتوب فيه ثمن وكتاخذه بثمن؟ ضروري، ذاك كيبغي يربح معاك ضروري.
ضروري ضروري كيبغي يربح معاك. تحياتي ليك. بغينا نسولوك. مرحبا. يلا فهاد دابا الشناقه ديال الكسابه ديال العيد الكبير ها على العواشر ها هما جايين الشناقه ديال صحاب المدارس وصحاب المكاتب. شي ميساج اونفويي من عندك؟ دابا شنقول لك، كاين اللي ما كيحشمش وكاين اللي ما كيفكرش في عباد الله، كاين اللي ما كيخافش الله، يعني اللي ما كيخافش الله اوتوماتيكمون كيزيد على عباد الله، ما كيفكر في المصالح ديالو، كيفكر يكبر ولادو ويدير لهم طنوبيلات ويقريو في مدارس عاليه وعلى ظهر ولاد الشعب. ولاد الشعب باغي يقريو ولدو، باغي يعلمو اللغات، باغي يعلمو يعني واحد النيفو عالي، يقرا في بريفي، وهادي كيخسر عليه مسكين فلوس، كيزيدوا على البنادم. بنادم كيقول لهم ماشي مشكل، حنا بغينا نقرب الدري، دونك كيستغلوا هاد العامل هذا، كيستغلوه بصراحه باش يشنقوا بهاد العباره في عباد الله. ورسالتي لهم الله يهديهم، الله يهدي ما خلق، لان هاد الناس هادو يخافوا من الله، لان الله عز وجل ما بغاناش ناديو بعضياتنا، بغانا نتعاونوا مع بعضياتنا، نفكروا في هاد الناس الله يرحم الوالدين، نفكروا في هاد الظرفيه ديال كورونا اللي ازمت عباد الله، فهمتي، ازمت عباد الله بكل تواضع، ازمت عباد الله صراحه. انت كتضحك فعلا تبارك الله عليك. واش الناقه؟ قول لهم شي كلمه. واش ديال الكتوبه ولا ديال الحوال؟ ديال الكتوبه. ديال الكتوبه وديال القرايه. واش الناقه؟ الا ما حنيتوش في هاد عباد الله راه غيجيب لكم الله اللي غيشنقكم. خوتي خواتاتي العزاز، كما شفتوا هضرنا على موضوع شيق وشو الاجابه ديال الناس. يلا فات الشنقة ديال العيد الكبير وجاو الشنقة ديال المدارس وديال المكتبات بكل تواضع، وشو الجواب ديالهم كي كان بكل تواضع.